انا دلوقتي اكتشفت ان الطفل عنده عيب خلقي، في بعض الحاجات ينفع تتصلح وهو بيبي وفي حاجات ينفع تتصلح لما يكبر، صح؟ يحددوا الاب والام امتى ده يتصلح. بصي، العيوب الخلقية اللي هتؤثر على الحياة لازم على طول. يعني مثلا بيبي اتولد عنده انسداد في المريء، طيب انسداد المريء ده هيعرف يرضع؟ لا طبعا. جميل جدا، طب يعيش ازاي؟ فده لازم نتدخل على طول. عنده فتق في الحجاب الحاجز والامعاء بتاعته كلها طالعه في تجويف الصدر وزق على الرئه وزق على القلب ومش عارف ياخد نفسه اصلا، فده لازم اتدخل على طول. ففي عيوب خلقيه تؤثر على الحياه دي اميديت ما فيهاش كلام، انما مثلا صباع زياده، طيب ده مش هيأثر على حياتي، هرضع وهكبر وهعيش ودنيتي ماشيه. عادة بنقول للاهالي ان احنا هنستنى لغايه سن 6 شهور من العمر، لغايه ما يبقى البيبي ده كبر شويه بما يكفي ان احنا نديله تخدير ونعمل عمليه. وبالمناسبه يا ريت يعني بس عشان اتخذ من بارك الاعلامي ده ان التخدير الكلي للاطفال مش خطر خالص، لان السؤال الوحيد اللي الاهالي يسيبوا كل اللي انا حكيت فيه ده. ايوه يعني انا ما عنديش مشكله في الجراحه خالص، بس انا مشكلتي في التخدير. ايوه يا فندم ليه؟ طيب يعني مين قال ان التخدير الكلي للاطفال بيأذيهم او بيأثر على مداركهم او بيعمل حاجه؟ ولو العلم كان وصل لمعلومه زي كده اكيد كنا لغينا من الطب فكره ان انا اخدر الطفل ده. صحيح. فيعني يعني بليز لو سمحتوا التخدير الكلي للاطفال امن جدا.